بالنسبة للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، على إن هي السياسة اللي تبدل فيها واحد المجهود اللي هو ملموس، اللي فيه تبسيط الإدارة مع الرقمنة، اللي فيه مجموعة ديال الحلول العملية اللي دارت في السنوات الأخيرة. كاين مجموعة المشاكل، ويمكن اليوم اللي مهم هو نهضروا اكثر على هاد النواقص وهاد المشاكل اللي مطروحه. مازال كاين مشاكل ديال البيروقراطيه، مشاكل ديال الفساد، مشاكل ديال البطء ديال الاداره، مشاكل ديال اللي كيعانيوها المستثمرين لا ديال القطاع الخاص وحتى بعض المرات في علاقه مع القطاع العام. ونشوفوا كذلك شنو هو الدور ديال الاداره المغربيه في هذا الجانب، هذا اللي هو نقولوا استراتيجيه تحسين مناخ الاعمال. وكنتمنى نوصلوا للمقترحات اللي تكون مفيده للجميع. المجهودات اللي قام بها المغرب منذ سنه 2010 في يعني النهوض بالمناخ الاعمال وجعله يعني جذاب للاستثمار والخلق الثروه، اعتقد على انه كانوا مجهودات من باب انه يافي لو لونسمون ديال لو ماروك نيميريك، الاداره الرقميه، وكانوا مجهودات في انه تقليص او ما يسمى بتبسيط المساطر الاداريه في وجه المواطنين بشكل عام او في وجه المقاولات. اعتقد على انه اليوم مازال عندنا ما يدار في هذا لوشونتي، في هذا الورشه هذا، لحد الساعه بالمعطيات اللي كاينه، مادام يعني المؤشرات الماكرو اقتصاديه تعريف واحد يعني تذبذبات، راه ما يمكنناش نقولوا بانه فريمون الاداره، لان احنا كاقتصاديين كنقولوا انه متغير تدخل الاداره في تحسين مناخ الاعمال خصو يكون عنده وقع على يعني خلق القيمه، والخلق القيمه هو النتيج الوطني يعني الداخلي الخام، يعني هو لو بي بي. واليوم تنسجلوا انه في هذه العشر سنوات يعني ما كاينش واحد التطور ملموس على مستوى هاد خلق القيمه، وبالتالي خصنا نتسائلوا فين كاين باقي الخلل. اعتقد على انه ماشي الاداره بوحدها اللي مسؤوله، ماشي الدوله بوحدها، حتى المقاولات من جهتها. وبالتالي هنا فين تنطرحوا التساؤل ديال علاقه الثقه اللي خصها تولي ما بين الاداره في كل ما تمنحوه. أنا نعطيك مثال، يعني الا جينا نشوفوا مثلا اداره الجمارك، كاينين العديد ديال يعني الميكانيزمات اللي تحفز الاستيراد المواد الاوليه الموجهه للتصدير الى غير ذلك. فالدوله قايمه بما عليها في هذا الباب. المقاولات ما الذي يعني تيحصرها على انها تمشي في هذا التوجه وتشتغل في هذا الاتجاه؟ هنا فين تنطرحوا التساؤل كاقتصاديين، واش يعني ما عندناش رجال اعمال اللي يقدروا على ركب المخاطر وتطوير اعمال في الخارج واستثمار هذه الميكانيزمات؟ ونقدر نقول لك بالله كاينين بزاف ديال الميكانيزمات مازال ما مستغلينهمش يعني المقاولات. كما تعلم اخي العزيز على ان الاداره تقوم بواحد التطور فعال من اجل جلب الاستثمار، وايضا من اجل تسهيل جميع البرامج، سواء كانت برامج اداريه او تنزيل ان صح التعبير البرامج الحكوميه على ارضيه الواقع. فأخي الفاضل، حينما نقول مناخ الأعمال هنا نتكلم بصفة عامة على جميع الأنشطة ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي، وهنا بنا نسلطوا في هذا النوع على دور الإدارة في تجويد هاد الممارسات التجارية، تجويد ديالها عن طريق الإدارة، من تسهيل المساطير، من خلق بوابات رقمية من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة من أجل الاستثمار. وخير دليل على ذلك هو اختيار مدينة مراكش من أجل احتضان التقرير الدولي ديال البنك الدولي، باعتبار مدينة مراكش الحمد لله أصبحت هذه المدينة ذات إشعاع دولي وعالمي، وجميع العناصر أو الأدوات متوفرة فيها من أجل الاشتغال. إن شاء الله في هذه الندوة غادي تكون ندوة بناءة اللي غادي نخرجوا بها بتوصيات على دور الإدارة من أجل تجويد مناخ الأعمال من جهة، ومن جهة ثانية على الحمد لله توفر على عنصر بشري متكون ومتمرس في خدمة مناخ الأعمال.